صباح الخير يا حلوين، النهاردة هنراجع مع بعض ونحل التدريبات في صفحة رقم 63 و64 في كتاب التواصل. الأول هنبدأ بصفحة رقم 63، نشاط رقم 1. اكتب الحرف الأول. عندي مجموعة من الصور والمفروض تحت كل صورة اكتب الحرف اللي بتبدأ بيه الصورة. تعالوا مع بعض. أول مثال، دي صورة إيه؟ هلال. صحيح، هلال. هلال. تفتكروا أول صوت إيه ده؟ أول حرف هي ده صوت حرف إيه؟ برافو، صوت حرف الهاء. تعالوا مع بعض نكتب حرف الهاء. نص دايرة كبيرة وأنزل أمشي شوية صغيرين وأعمل دايرة صغيرة، يبقى هلال بتبدأ بحرف الهاء. المثال اللي بعد كده، دي صورة كتكوت. برافو، دي صورة كتكوت. ك ك ده صوت حرف ايه؟ صحيح، حرف الكاف. تعالوا مع بعض نكتب حرف الكاف. شرطة طويلة لغاية السطر وأمشي شوية وأعمل سنة صغننة وأعمل جوه كاف صغيرة زي بتاعة أول الكلمة، يبقى كتكوت بتبدأ بحرف الكاف. شاطرين. المثال اللي بعد كده، دي صورة ظبي. ظبي. تفتكروا كلمة ظبي بتبدأ بحرف ايه؟ ظ. شاطرين، بتبدأ بحرف الظاء. تعالوا مع بعض نكتب حرف الظاء. اطلع الف كده، امشي على السطر واعمل لها عصاية وما ننساش النقطة بتاعت الظاء. طيب الصورة اللي بعد كده، دي صورة ياسمين. دي صورة ياسمين. ياسمين. تفتكروا ياسمين بتبدأ بحرف ايه؟ يا. صحيح، بتبدأ بحرف الياء. تعالوا مع بعض نكتب حرف الياء. من فوق السطر هياخد نص دايرة صغيرة كده وانزل الف تحت السطر وتحتها نقطتين، يبقى احنا كتبنا حرف الياء. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده، دي صورة صاروخ. 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 تفتكروا بتبدأ بحرف ايه؟ حرف الصاد. شاطرين، تعالوا مع بعض نكتب حرف الصاد. يبقى الصاروخ. صاروخ بتبدأ بحرف الصاد. المثال اللي بعد كده، دي صورة سلم. سلم. تفتكروا سلم بتبدأ بحرف ايه؟ شاطرين، بتبدأ بحرف السين. تعالوا مع بعض نكتب حرف السين. شرطة صغيرة، امشي سنة، التانية، امشي شوية، التالتة، وألف. المثال اللي بعد كده، دي صورة بطريق. بطريق. تفتكروا كلمة بطريق بتبدأ بحرف ايه؟ شاطرين، بطريق بتبدأ بحرف الباء. تعالوا نكتب حرف الباء. شرطة صغيرة لغاية السطر وأمشي شوية وأقفل حرف الباء، والنقطة بتاعت الباء ما ننساهاش، الباء عندها نقطة تحت. المثال اللي بعد كده، دي صورة ضابط. ضابط. تفتكروا ضابط بتبدأ بحرف ايه؟ شاطرين، ضابط بتبدأ بحرف الضاد. تعالوا مع بعض نكتب حرف الضاد. ما ننساش النقطة بتاعت حرف الضاد. يبقى احنا كده خلصنا نشاط رقم
واحد هنحل مع بعض نشاط رقم اتنين. نشاط رقم اتنين بيقول لي اقرأ ثم ارسم. عندي مجموعة من الجمل والمفروض نقرأ كل جملة ونرسم تحتها الصورة اللي بتعبر عنها. تعالوا مع بعض أول جملة. تعالوا نقرأ زي ما تعلمنا. علشان أقرأ جملة لازم أقرأ كل كلمة الأول لوحدها، وعلشان أقرأ الكلمة لازم أتهجى وانطق صوت كل حرف بالحركة بتاعته. طيب يلا معانا مع بعض. س س ه م س ه م. دي كلمة سهم. تعالوا نقرأ الكلمة اللي بعد كده. في. دي كلمة في. تعالوا الكلمة اللي بعد كده نتهجى مع بعض. ق ق و و س قوس. تعالوا نقرأ تاني الجملة كلها على بعضها. سهم في قوس. يبقى احنا هنرسم هنا في البيت، كل واحد يجيب القلم بتاعه ونرسم سهم في قوس. تعالوا الجملة اللي بعد كده نقرأ زي ما تعلمنا. ن ه ر نهر. الكلمة التانية آ ز ر قو أزرقوا. يبقى الجملة كلها على بعضها نهر أزرقوا. يبقى احنا هنرسم هنا في البيت صورة نهر ونلونه باللون الأزرق. تعالوا المثال رقم ثلاثة. نقرأ أول كلمة ها را م. ها را م. يبقى كلمة هرم. شاطرين. تعالوا نقرأ الكلمة التانية آ ص ف رو. آ ص ف رو أصفروا. يبقى الجملة كلها على بعضها اسمها هرم أصفروا. يبقى احنا هنا في البيت هنرسم صورة هرم ونلونه باللون الأصفر. تعالوا مع بعض نشاط رقم ثلاثة. نشاط رقم ثلاثة بيقول استمع ثم اختر الصوت الصحيح. عندي مجموعة من الصور، تحت كل صورة الحرف اللي بتبدأ بيه، بس أنا علي اختار الحركة بتاعة كل حرف. تعالوا أول مثال هيوضح لي أكتر. دي صورة شاطرين ولد. و و ولد. تفتكروا ولد بتبدأ بحرف الواو؟ شاطرين. طب بتبدأ بحرف الواو فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ و و ولد. برافو. ولد بتبدأ بالواو عليها فتحة، هنعمل عندها دائرة. الصورة اللي بعد كده دي صورة يوسفي. يو يو يوسفي. زي ما احنا عارفين يوسفي بتبدأ بحرف الياء، بس يا ترى هختار انهي ياء اللي عليها ضمة ولا كسرة ولا فتحة؟ يو يو يوسفي. برافو، هختار الياء اللي عليها ضمة. المثال اللي بعد كده دي صورة كمثرى. كو كو كمثرى. شاطرين. هي كمثرى هتبدأ بكاف عليها ضمة. كو كو. المثال اللي بعد كده دي صورة هلال. هي هي هلال. زي ما احنا عارفين ان هلال بتبدأ بحرف الهاء، بس يا ترى انهي هاء؟ نفكر. شاطرين. هلال بتبدأ بالهاء اللي تحتها كسرة. المثال اللي بعد كده دي صورة غراب. غو غو غراب. يا ترى غراب بتبدأ بأنهي صوت؟ برافو، غراب بتبدأ بالغين اللي عليها ضمة.
المثال اللي بعد كده دي صورة ظل. ظي ظي ظل. تفتكروا ظل بتبدأ بأنهي صوت؟ كسرة ولا فتحة ولا ضمة؟ زي ما احنا عارفين ان الظل بتبدأ بحرف الظاء، بس يا ترى هختار انهي؟ ظي ظي ظل. برافو، هختار الظاء اللي تحتها كسرة. يبقى احنا كده خلصنا نشاط رقم 3. هنفتح مع بعض صفحة رقم 64 نحل نشاط رقم 4. نشاط 4، ضع الضبط المناسب. زي ما اتعلمنا قبل كده، ضع الضبط المناسب دي يعني احط الحركة بتاعت كل حرف. الحرف بيبدأ بفتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ تعالوا مع بعض، اول مثال هيوضح لي. دي صورة هلال. هي هي هلال. هلال بيبدأ بحرف الهاء، صحيح، بس يا ترى هحط الضبط ايه؟ هحط حركة ايه للهاء؟ فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ هي هي كسرة. برافو، يبقى الهاء هيبقى تحتها كسرة. المثال اللي بعد كده دي صورة ظفر. ظو ظو ظفر. زي ما احنا عارفين كلمة ظفر بتبدأ بحرف الظاء، بس يا ترى الظاء هيبقى الحركة بتاعتها ايه؟ نفكر. ظو ظو ضمة. برافو. الصورة اللي بعد كده دي صورة يد. ي ي يد. يد بتبدأ بحرف الياء، بس يا ترى احط لها حركة ايه؟ ي ي يد. برافو، احط لها فتحة. الصورة اللي بعد كده دي صورة كرسي. كو كو كرسي. كرسي بتبدأ بحرف الكاف، بس الحركة بتاعت الكاف هتبقى ايه؟ كو كو. برافو، هتبقى ضمة. الصورة اللي بعد كده دي صورة غطاء. غي غي غطاء. غطاء زي ما احنا عارفين بتبدأ بحرف الغين، بس يا ترى بتبدأ بالغين على فتحة ولا كسرة ولا ضمة؟ غي غي. صحيح، غطاء بتبدأ بالغين تحتها كسرة. الصورة اللي بعد كده دي صورة خيار. خي خي خيار. خيار بتبدأ بحرف الخاء، بس يا ترى الخاء هحط لها انهي حركة؟ خي خي. برافو، هحط لها كسرة. يبقى احنا كده حلينا نشاط رقم 4. هننقل على النشاط اللي بعده، نشاط رقم 5، كون كلمات. عندي مجموعة من الصور، تحت كل صورة الحروف بتاعتها، وانا هكون من الحروف دي الكلمة. اول صورة دي صورة بيت. ب ي ت. ب ب. سمعنا اول صوت ده حرف ايه؟ شاطرين، حرف الباء. يبقى انا هكتب اول حرف باء. الباء في اول الكلمة شكلها بيبقى كده، شرطة صغيرة لغاية السطر وامشي على السطر شوية وتحتها نقطة. طيب ب ي ي صوت حرف. برافو، الياء. بس زي ما اتفقنا الياء في وسط الكلمة شكلها مش كده، الياء في وسط الكلمة بتبقى بالشكل ده، شرطة صغيرة وامشي شوية على السطر وتحتها نقطتين. ب ي ت ت ده صوت حرف. شاطرين، حرف التاء. تعالوا مع بعض نكتب حرف التاء. حرف التاء هيمسك مع حرف الياء، علشان الياء مش من الحروف الرافصة. يبقى احنا كده كوننا كلمة بيت. المثال اللي بعد كده دي صورة كلب. ك ك ك ده صوت حرف الكاف. شاطرين، بس الكاف في اول الكلمة شكلها مش كده، شكلها بالشكل ده، شرطة مايلة كده وشرطة لغاية السطر وامشي شوية على السطر. ك ك ل ل ل
ده صوت حرف. شاطرين، اللام، اللام في وسط الكلمة بالشكل ده، أفردق ديها على السطر. ك ل ب ب ب ده صوت حرف. برافو، صوت حرف الباء. يبقى هنكتب كمان حرف الباء. يبقى احنا بكده كوننا كلمة كلب. المثال اللي بعد كده، صورة غصن، غصن، غصن. تفتكروا كلمة غصن بتبدأ بحرف ايه؟ برافو، بتبدأ بحرف الغين، بس الغين في أول الكلمة شكلها مختلف شوية بالشكل ده، نص دايرة صغيرة، وافرد ايدي على السطر ومنساش النقطة بتاعتها. غو ص ص ص صوت حرف، ص ص ده صوت حرف. شاطرين، صوت حرف الصاد. يبقى هنكتب كمان حرف الصاد. غو ص ن ن ن ده صوت حرف النون. برافو، يبقى هنكتب حرف النون. الصورة اللي بعد كده دي صورة سمك. سمك، هي مش سمكة واحدة، هم جمع علشان هم أكتر من واحدة، يبقى اسمهم سمك. س س م ك س س ده صوت حرف س س. برافو، صوت حرف السين. تعالوا مع بعض نكتب السين في أول الكلمة. شرطة أمشي سنة، التانية أمشي التالتة، أفرد إيدي على السطر. س م م م ده صوت حرف الميم. شاطرين، تعالوا مع بعض نكتب حرف الميم. دايرة كده وأفرد إيدي على السطر. س م ك ك ك ده صوت حرف الكاف. صحيح، تعالوا مع بعض نكتب حرف الكاف بالشكل ده. يبقى احنا كده خلصنا نشاط رقم 5. هنحل نشاط رقم 6. نشاط رقم 6 بيقول لي لون، لون حسب الصوت. يعني ايه لون حسب الصوت؟ انا عندي هنا مجموعة من الصور عندها حرف ايه؟ الغين. بس حرف الغين هنا عليه ايه؟ برافو، حرف الغين عليه هنا ضمة. يعني صوته هنطقه ازاي؟ غو غو غو، الغين عليها ضمة، بنطقها غو غو. يبقى أنا الأول هطلع الصور اللي بتبدأ بالغين عليها ضمة اللي صوتها غو غو، وبعدين هجيب الألوان بتاعتي في البيت وألونها. تعالوا مع بعض كده نفكر ونطلع الصور اللي بتبدأ بغو غو. فكر. برافو، غراب، غو غو، غراب بيبدأ بالغين عليها ضمة، يبقى دي هنلونها في البيت. طب تعالوا نفكر تاني، مثلا ممكن اختار ايه تاني؟ برافو، كمان غوريلا، غو غو، غوريلا بتبدأ بالغين عليها ضمة، يبقى دي كمان هلونها بألواني في البيت. في حاجة كمان عندي بتبدأ بالغين عليها ضمة اللي هي صوتها غو غو. برافو، غصن، غو غو، غصن، يبقى أنا هلون كمان في البيت غصن. طب دي صورة غسالة، غسالة، غ غ. تفتكروا غسالة هلونها؟ شاطرين، مش هلونها علشان هي بتبدأ بالغين بس عليها فتحة مش ضمة. طب تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده، ده حرف ايه؟ برافو، حرف الكاف. طب انا هنطقه ازاي؟ الكاف عليها فتحة، فانا هنطقها ك ك ك. طب تفتكروا انهي صورة من دول بتبدأ بك ك؟ برافو، كلب، ك ك كلب. يبقى أنا في البيت هطلع ألوان ولون كلب علشان بتبدأ بكاف عليها فتحة. طب إيه كمان بيبدأ بكاف عليها فتحة؟ برافو، كتكوت، ك ك كتكوت.
كوت، يبقى برضو هنلون كتكوت. في حاجة كمان بتبدأ بكاف عليها فتحة، شاطرين، كنز، كنز، كنز بيبدأ بكاف عليها فتحة، يبقى هنلون كمان في البيت كنز. طب دي صورة كتاب، كتاب، كتاب بتبدأ بكاف عليها فتحة، برافو، ما بتبدأش بكاف عليها فتحة، يبقى مش هلونها في البيت. شاطرين، يبقى احنا بكده النهاردة راجعنا مع بعض التدريبات اللي في صفحة رقم 63 و64. أشوفكم في حلقة جديدة، باي باي.